نبدي مع المشهد الأول، مش المشهد الحر بن يزيد الرياحي. أول سؤال إلى أبي الأحرار، في سؤال 1 2 3 4 5 6 7 8، اختاروا رقم. سؤال رقم 1، من أنتهي من السؤال يبدأ 20 ثانية لكم. السؤال الأول، ما الذي أوقف الحر بن يزيد الرياحي حينما قرر الالتحاق بالإمام الحسين؟ ما الذي أوقف الحر حينما قرر الالتحاق بمعسكر الإمام الحسين؟ عمر بن سعد، مهاجر بن أوس، الشمر بن ذي الجوشن. يبدأ الوقت. جواب نهائي. الإجابة صحيحة. صلوا على محمد وآل محمد. الآن مع المجموعة الثانية، حامل اللواء، اختاروا رقم غير 1. اتشاوروا قبل كل شيء. يلا رقم 6. سؤال، ماذا كانت رد معسكر الأعداء تجاه ما قاله الحر؟ أول خيار، قبلوا النصيحة أو رموه بالسهام. الوقت يبدأ. إجابة نهائية. صلوا على محمد وآل محمد. الآن مع ساقي عطاشة كربلاء، اختاروا رقم سؤال غير 1 و6. نهائي. يلا 5. سؤال، ماذا فعل الحر بعد توبته مباشرة؟ خيار الأول، نصح القوم، عاد للقوم، قاتلهم. الوقت يبدأ. جواب نهائي. صلوا على محمد وآل محمد. القاسم بن الحسن، اختاروا رقم. رقم 4. سؤال يقول، ما العمل الذي قام به الحر قبل واقعة كربلاء؟ افترض طريق الإمام الحسين، قتل مسلم بن عقيل. الوقت يبدأ. جواب نهائي. صلوا على محمد وآل محمد. فريق سيد الشهداء، اختاروا رقم. عندكم 2 3 7 8. 3. ما الذي فعله الحسين عليه السلام عندما سقط الحر صريع؟ وضع رأسه في حجره، تركه وحيدا، أرسل إليه أحد أبنائه. الوقت يبدأ. تشاوروا. جواب نهائي. صلوا على محمد وآل محمد. لا لا لا، الصلوات كلش ضعيفة. صلوا على محمد وآل محمد. مع آخر فريق، فريق سفير الحسين. منو سفير الحسين؟ بعدين في سؤال عنه. تختارون 2 7 و8. 7. يلا وش 7 و2؟ 7. هل قبل الحسين توبة الحر، نعم أو لا؟ يبدأ الوقت. نعم. صلوا على محمد وآل محمد. الآن أسئلة عامة عن واقعة كربلاء، هني نشوفكم تعرفون أو لا. الحين عشان يكون عدل نبدأ من هالمجموعة. فريق سفير الحسين، إليكم 1 2 3 4 5 6 7 8. تختارون أي رقم؟ 8. 8. ما صلة القرابة بين مسلم بن عقيل والإمام الحسين عليه السلام؟ ابن عمه، خاله، أو أخوه؟ يبدأ الوقت.
تشاوروا تشاوروا تشاوروا. مسلم بن عقيل ابن عم الإمام الحسين، خاله أو أخوه، ابن عمه، جواب نهائي. صلوا على محمد وآل محمد. سيد الشهداء اختاروا سؤال خمسة. سؤال الخامس يقول: عند أي نهر حدثت واقعة كربلاء؟ نهر الفرات، نهر دجلة، أو نهر النيل؟ صلوا على محمد وآل محمد. القاسم بن الحسن اختاروا سؤال ثلاثة. من الملقب بشيخ الأنصار في معسكر الإمام الحسين؟ مسلم بن عوسجة، زهير بن القين، حبيب بن مظاهر الأسدي. يبدأ الوقت. حبيب بن مظاهر، أحسنتم. صلوا على محمد وآل محمد. كل ما يجي لها الصلوات تكون أخف. صلوا على محمد وآل محمد. فريق ساقي عطاشة كربلاء اختاروا رقم سبعة. من قتل الحسين وأصحابه؟ متى؟ عذرا، متى قتل الإمام الحسين وأصحابه؟ يوم الحادي من المحرم، يوم العشرين من صفر، يوم العاشر من المحرم. إجابة نهائية. صلوا على محمد وآل محمد. فريق حامل اللواء أربعة. هل سمح معسكر الأعداء للإمام الحسين وأصحابه بالصلاة؟ خلوه يصلي أو لا؟ نعم أو لا؟ خلوه يصلي؟ جواب نهائي، ما خلوه يصلي. صلوا على محمد وآل محمد. آخر فريق، فريق أبا الأحرار. اختاروا السؤال، عندكم واحد، اثنين، وستة. واحد. في أي سنة هجرية وقعت معركة كربلاء؟ في أي سنة هجرية وقعت معركة كربلاء؟ 950، 8، 61. اللي كان مركز في البداية قلناها. هدوء هدوء هدوء، ترى إذا عندكم الإجابة تعلمونهم تعطونهم نقاط. خلاص؟ الإجابة خاطئة، الإجابة الصحيحة هي 61. صلوا على محمد وآل محمد.